بتاعة البياض ليه وتزيينه بعدد من القرارات التاريخية والأدبية مهما كان تمنها، مهما كان تمنها غالي جدا، دفع وبيدفع وهيدفع الكثير منه، اختار أصعب طريق رغم سهولة الاختيارات أمامه، اختار محاربة الزلمطحي وإنه صاحي نايم يشتكي الخطيب لكل الجهات، اختار معاداة تركي وما له من نفوذ وما له علاقات، اختار الإطاحة بغالي وفضل حفاظا على ثوابت النادي، اختار تجميد عبد الله السعيد. ده كله قرارات الخاسر الوحيد فيها هو شخص الخطيب ومنصب وسمعة وعلاقات وشعبية الخطيب، لكن الكسبان هو مصلحة النادي ومبادئ النادي الأهلي. النهاردة أحد المحامين في القاهرة تقدم بشكوى ضد مرتضى أحمد منصور، الأستاذ محمد عطيته تقدم بشكوى النهاردة بيطالب فيه نقيب المحامين الأستاذ المحترم رجائي عطية بشطب ومحو مرتضى أحمد منصور من قيد المحامين. ليه يا جماعة؟ لعدد من المخالفات اللي قام بيها مرتضى أحمد منصور، واللي من ضمنها في تاريخ 15/1/98، ده من ضمن الملف اللي متقدم ليه الأستاذ رجائي عطية، صدر قرار بالنيابة العامة باستمرار حبس مرتضى 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 12079 لسنة 97، وذلك لتعديه على النقابة الفرعية لنقابة المحامين وتكسيرها وضرب أعضاء لجنة التقدير للأتعاب المحاماة وعلى المحامين الموجودين أثناء ذلك. في عام 2007 سجن في قضية بسب وقصف رئيس مجلس الدولة واتحكم عليه 3 سنوات، وأقام دعاوى ضد محكمة النقد وهو نائب واتهم القضاء بالتزوير. أعلن النائب مرتضى عضو مجلس النواب إقامة دعوة مخاصمة مع محكمة النقد، وكذلك طلب إلى وزير العدل بسبب حكم بطلان عضوية ابنه أحمد. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب الثلاثاء الموافق 26 يوليو 2016 برئاسة بهاء أبو شقة لمناقشة حكم بطلان عضوية أحمد مرتضى، والذي أحاله المجلس للجنة لبحثها، وطالب مرتضى محكمة النقد بالإعلان عن أسماء أي من القضاء المشرفين على انتخابات الدق والعجوزة والبالغ عددهم 178 قاضي فرعي تورط القضاء في تزوير نتيجة الانتخابات بالدائرة وفقا لحكم المحكمة الذي قضى ببطلان النتيجة التي اعتمدها هؤلاء القضاء، والتكبر والاعتراض متباهيا بعلمه أمام رئيس مجلس النواب أثناء حلف اليمين بجلسة 2016 مخالفة نص المادة 67. يراعى المحامي في مخاطبة المحاكم عند انعقادها أن يكون ذلك اللازمة، وأن يعمل على أن تكون علاقته بأعضاء الهيئات القضائية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل. مخالفا لنص المادة 62 على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة. ده بالنسبة لبعض المخالفات. مخالفا لنص المادة 54 يعاقب كل من تعدى على محامي أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.